FM. الكلمة ليك. نحكيه على أول باخرة لنقل الركاب من ميناء مارسيليا الجرجيس اون ديريكت ليني ديريكت اون شيف. نحكيه على 2150 راكب 620 سيارة. هذه رحلة خاصة بأسيدي الجنوب الشرقي باش ينجموا يروحوا لبلدانهم من غير مركزية بيان سور في الخطوط البحرية. معنا لأكثر تفاصيل مدير الميناء التجاري جرجيس سي كريم منويرة. مرحبا بك. صباح الخير. مرحبا بك مرحبا بجميع السادة المستمعين. أهلا وسهلا. نحكيه على ممكن نجم نحكيه على التمييز الإيجابي في الخطوط البحرية. أكيد إن شاء الله اليوم يتأكد الشيء هذا من خلال معتها استقبال الباخرة قرطاج في الميناء التجاري بجرجيس بعد معتها ما تم تهيئة إن شاء الله محطة بحرية ومطرف للمسافرين. معتها الحقيقة إنجاز كبير تم إنجازه على مستوى الميناء التجاري بجرجيس. ان شاء الله نكونوا اليوم في الموعد، ان شاء الله نكونوا عند حسن ظن المسافرين اللي معناتها اعطوا فينا الثقه وجميع معناتها الحقيقه المصالح اللي اعطت فينا الثقه. ان شاء الله اليوم يكون ديوان البحريه التجاريه والموانئ ومن خلال الميناء التجاري بجرجيس على موعد في رحله تاريخيه ان شاء الله بحول الله. وصلت ولا ما وصلتش الباخره سي كريم؟ ما زلت ان شاء الله بحول الله على تقريبا على الساعه 10 ليلا ان شاء الله توصل الباخره. كان هو الموعد نتاعها على الساعة 7 مساء. نحن البارح خرجنا بلاغ على الساعة الدوم في تم تأخير إلى وصولها إلى الساعة 10. معناتها هو الحقيقة معناتها مش داخل على نطاقنا، هو معناتها داخل في نطاق معناتها مغادرة الباخرة من ميناء مارسيليا. تم تأخير معناتها إلى حدود الساعة 10 ليلا. هو أول سؤال باش يسأل يوسف الشاهد رئيس الحكومة، علاش توخرت الرحلة؟ حاضر الإجابة. بالطبع هي الإجابة، هي نحن ديما معروف البحر وديما نقولوا معناتها راهو الساعة معناتها نعطيه الساعة إذا كان الأحوال الجوية سمحت معناتها طون فيرمي، وهذا معروف معناتها في البحر معناتها ديما الظروف المناخية ومعناتها لي كونديسيون هذوما يدخلوا معناتها لي زام بريفو. ديزاين بريفي هذوما حاجات معناتها طبيعية، دونك تدخلوا معناتها في معناتها الساعات المقاضات معناتها للبواخر معناتها بالبحر، دونك حاجة معناتها عادية معناتها مش كيما الطيران الحقيقة معناتها في على البحر. معناتها يدخلوا عدة معطيات أخرى وأهمها المعطى نتاع دونك العوامل المناخية. لكن هو ان شاء الله معناتها المسافرين يكونوا معناتها في حاله جيده وفي صحه جيده وفي ظروف معناتها الحقيقه معناتها ممتازه. هم في ظروف ممتازه. هو قال لك لازم العاكم شنو من المرسى بدينا نقذف ولا نجذف ولا اللي هو معناتها يقول لك ماذا بينا اول رحله تكون دون لي نورم، معناتها توصل بكري وفي وقتها وكذا. لا دون لي نورم سلازلتي انت شنو سلازلت شنو احتفظ بصوتك ان شاء الله. لا مش قضيه حتى انا ما فهمتش كلام خاطر هو سمعني انا ينجم الراجل يكون يداري ويفكر بالقدا. انا سمعت كان معناتها ما فهمتش حتى شيء. شو معناتها ثم تأخير رحلة بالخط خير صافي، معناها في أنه لا مركزية سفر ولا الناس يسافروا من أكثر من بقعة. هذا إزالة المشقة على اللي جاي من جرجيس وتطاوين وقبل لي ترسيله جاي الحلقة الويد، حاجة هيلة في لا مركزية الحركة هذه والسفر. لا هو ميناء تجاري وتم ترتيبه على اساس هذا كيف باش يستقبل الركاب هذا على الاقل في الصيف على الاقل. هو شوف انا ما فهمش راه هاو الحراقه فهمتني، ساعات يمشيوا على زورق ويمشيوا على واحد افارقه وتوانسه وغير توانسه يعني هذا واجب الدوله تقوم به انه هي تقرب الخدمات الى المواطن. هذا نوع من تقريب الخدمات للمواطنين و يعني التقديم ما فهمتش حاجه كبيره من التقديم الحقيقه. سي كريم وي الو سي كريم اسمع فيا ولا قداش من رحله بحريه في معناتها في البلانينج معناتها مباشره من مرسيليا الى جرجيس؟ والله انا سامحني استاذ، والله اليوم معناتها نحن في اخر الاستعدادات نتاعنا ما نحبش معناتها السيد اللي معك معناتها يلوم عليا. راهو نحن في اخر اللحظات نتاعنا، راكم اليوم معناتها عندنا برشا تحضير، ثلاثة شهور واحنا قاعدين نحضروا، ثلاثة شهور واحنا قاعدين نخدموا،
بتاتر معناتها العباد ما في بالهمش اللي راهو الميناء التجاري بجرجيس يوم 7 مارس كي تاخذ القرار هذا ما كانش عندنا بنيه تحتيه حاضره باش تستوعب معناتها البواخر نتاع المسافرين. هذا هو الانجاز، هذا هو معناتها شنو التحدي اللي صار. نحن نحبوا التنميه على مستوى الميناء التجاري بجرجيس، معناتها قرار جاري واحنا قبلنا التحدي كميناء تجاري لجرجيس وكديوان البحريه التجاريه والموانئ. لذا معناتها ما الحقيقه ما فهمتش شنو اللي مش مفهوم. ليه ليه هو انا اللي حبيت نفسره اللي راهو الرحله وخرت لاسباب معناتها تدخل في نطاق الاسباب المناخيه، واحنا معناتها ضمه على غالب اذا كانت وثيق ظروف مناخيه راهو معناتها فما تاخير وراهو السرعه نتاع البيخه مش تنقص برشا في البحر، وهذا هو المعروف. هذا هم المعطيات اللي هم داخلين في معناتها دونك النافيغابيليتي ماريتيم والمعناتها لا احنا مانيش نتهموا يا سي كريم، احنا مانيش نتهموا ولا نقفوا في التهم هكاك جوزيفا، احنا نحبوا نتوضحوا كا تو سامبلومون باش نقولوا للراي العام شنو قاعد يصير تو سامبلومون. هذا هو معناتها ما احنا مهمتنا باش نراقبوا باش نحكيوا باش نتبينوا باش نوضحوا شنو قاعد يصير وكا. ومعناتها انت اعطيتنا الحيثيات وانت تعرف اكثر منا الثقافه البحريه والرحلات البحريه دونك فوالا دونك اجابتك واضحه. باهي سي كريم نويره، قداش من خط بحري موجود بين مرسيليا وجرجيس؟ هو الخط البحري هذا قداش من رحله يا جوستوما؟ قداش من رحله؟ هي رحله، هي تم برمجه رحله وحيده على خاطر القرار جاء معناتها في وقت تم برمجه رحلات نتاع المسافرين يتم برمجتها ويتم معناتها تصديرها سنه الافونس اون اني الافونس، يتم برمجه الرحلات البحريه للمسافرين. معناتها القرار يتاخذ يوم 7 مارس كان البرنامج نتاع الشركه التونسيه للملاحه كان معروف، كانوا معناتها التواريخ نتاع الرحلات كل كانت معروفه خاطر نحن مربوطين بموانئ اوروبيه مع موانئ تونسيه اللي هو الميناء حق الوي الحقيقه مع موانئ اخرى سواء جنوى سواء ماركي سواء معناتها الموانئ الاخرى اللي قاعدين منهم هما يخرجوا معناتها يغادروا جاليتنا بالخارج. ولذا معناتها القرار ومعناتها البرمجه كانت الحقيقه مؤخره معناتها بالنسبه للشركه التونسيه الملاحه اللي هي مشكوره وقبلت معناتها باش تبدل معناتها الرحله نتاعها من حلق الويد على ميناء جرجيس. سامحني سي كريم اللي اسمع فينا تو من الجنوب الشرقي يحب معناتها يسال على قداش من رحله توقيتها كيفاش يعمل؟ والله شوف نحن تو بالنسبه لنا قداش من رحله، نحن معناتها قلنا راهي رحله برك للعوده. بالنسبه للرحلات هذوما راهو مش الديوان البحريه التجاريه والموانئ هو اللي يتدخل فيهم، هو الشركه التونسيه للملاحه هي اللي تبرمج الرحلات هذه كمجهز وطني، كمجهز معناتها صاحب الباخره الوطني. معناتها نحن كديوان بحريه تجاريه والموانئ حضرنا البنيه التحتيه اللازمه وراهو نحن مستعدين كما معناتها مستعدين لتامين العوده نتاعهم الى ارض الوطن، مستعدين من خلال البنيه التحتيه الى تامين العوده نتاعهم الى معناتها الى ما خلينا نفهم سي كريم معناتها الرحله هذه رحله وحيده هكا فقط رحلة وحيدة فقط معناتها هذا هو أثناء 2017 رحلة وحيدة إلى حد رحلة واحدة إلى حد الساعة به واضح. شكرا لك سي كريم نويرة على تدخلك معنا بالتليفون مدير ميناء تجاري بجرجيس. كاب اف ام الكلمة ليك.